مشاهدينا الكرام، وللمزيد من الحوار ينضم معنا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. اهلا بك معنا في حصادنا الاخباري. يعني بدايه، وسط استمرار التوترات والازمه يعني بين اسرائيل وايران، الركود الامريكي يطرق ابواب البورصات ومؤشرات الاسهم تتراجع مع انخفاض باسعار النفط، اين العراق من ذلك؟ تفضل. طبعا واضح أن العراق هو في وسط هذه المخاطر. بالتأكيد سياسة حكومة السوداني تذهب باتجاه النأي بالعراق عن هذه المخاطر. علينا تحكيم لغة العقل بعيدا عن العواطف. العراق لا يتحمل الدخول في صراع مباشر أو غير مباشر مع أطراف تمتلك مقدرات الأضرار بالاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي اقتصاد دولاري، وعملية تحريك العراق باتجاه منطقة الصراع تعني فقدان الحماية الأمريكية على الدولار، وبالتالي تعرض الاقتصاد العراقي إلى مجموعة من المخاطر. فلذلك علينا التريث في موضوع الدخول في هذا الصراع، دعم الجهود الدولية في إيقاف الصراع، دعم حقوق الشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية، لكن نقل الاقتصاد العراقي من اقتصاد تنمية إلى اقتصاد مواجهة يعني أن هناك مشاكل مالية بالتأكيد ومشاكل غير مالية تظهر في هذا التوقيت. قيمة الاقتصاد الأمريكي بالتأكيد عالية، هي اقتصاد رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، فعندما تتعثر عمليات السيطرة على التضخم من قبل الفدرالي الأمريكي، في نفس الوقت هناك محاولة لإجبار الفدرالي على تخفيض الفائدة من أجل تحريك النشاط، فلذلك هناك تنبؤات تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في منطقة التباطؤ، وهذا ينعكس بالتأكيد على أسعار الأسهم وأيضا البورصات المرتبطة بالولايات المتحدة. لاحظت أن نسبة الانخفاض في أسهم التكنولوجيا ناسداك هي أعلى من الداو جونز، بمعنى أن هناك تهديدات تكنولوجية لمهاجمة البيئة التكنولوجية من قبل، يعني الصراع لن يكون تقليدي وإنما صراع تكنولوجي، وأي عمل أي خطر بضرب التكنولوجيا يعني تبطئة النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي ينعكس على أسعار النفط. طيب دكتور، يعني ما يهمنا رأي الشارع العراقي، يعني في ظل انخفاض أسعار النفط، هل سيتأثر العراق وسيكون عاجز عن دفع رواتب الموظفين؟ يعني لغاية الآن يعني التكاليف الثابتة مغطاة من خلال إيرادات النفط. العراق يحتاج إلى 69 دولار لبيع برميل النفط لتغطية النفقات المحكومة بقوانين، ما فوق 69 دولار يذهب إلى الموازنة الاستثمارية. طبعا الاستثمارية تعني فرص العمل، تعني المشاريع الخدمية. حاليا النفط يباع ب 76 دولار. انخفاض قيمة النفط كانت أقل من انخفاض قيمة الأسهم. هناك احتياطيات لدى البنك المركزي، الحكومة غير عاجزة عن تسديد فاتورة الرواتب والتكاليف الثابتة، لكن الحركة الاقتصادية التي نأمل أن نغطيها خلال 2024 تتطلب 96 دولار لسعر برميل النفط. طبعا المملكة العربية السعودية وروسيا تدافع عن سعر 70 دولار، وأعتقد بأن إذا تدهور الاقتصاد العالمي ما دون هذا يعني الوضع، يعني إذا كان في معدل 70 يمكن دولار أن يكون هناك تخفيضات إضافية. نعم، يعني النفقات المحكومة بقوانين الحادة، يعني البطاقة التموينية، المتقاعدين، الرعاية، رواتب الموظفين، نحتاج إلى بحدود 80 تريليون، وهي تغطى من خلال 69 دولار. طيب لماذا لا يفكر العراق في إيجاد بدائل اقتصادية ويقلل الاعتماد يعني على النفط والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية؟ يعني الحقيقة طالبنا منذ وقت مبكر أن يكون هناك مرونة في تصدير النفط العراقي.
المشكلة ترتبط بمضيق هرمز فيما لو تطور الصراع بين إيران في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل، بالتأكيد مضيق هرمز سيتعثر، و20% من النفط العالمي يمكن أن يعاق عن الأسواق العالمية. العراق لا يمتلك منافذ أخرى غير مضيق هرمز. نعم يمتلك يعني قسم من الأنابيب التي تعبر تركيا، لكن لا تغطي احتياجات العراق. فقيمة الخطر الاقتصادي العراقي إذا ما تطور الصراع، ونحن نعتمد على إيرادات نفطية، نحتاج إلى التنويع الاقتصادي، نحتاج إلى مرونة في عملية التماسك الاقتصادي مع دول المنطقة. في هذه المرحلة نحتاج أمن غذائي، أمن صحي، دوائي، لأننا لا نعلم مقدار الصراع، فترة الصراع، الأطراف المتصارعة. لكن حكومة السوداني مطالبة بضبط الوضع الداخلي وإحكامه، بحيث لا يكون اقتصاد العراقي اقتصاد يحرق ما زرعناه في الفترات السابقة. على الرغم من خجلة، لكن علينا أن ندافع عن هذه الممتلكات. طيب يعني دكتور، في حال استمرار الصراع لا سامح الله، وأيضا انخفاض يعني معدل سعر برميل النفط إلى دون 50، يعني هل تتوقع أن يلجأ العراق إلى الاقتراض الخارجي في حال عجز عن دفع الرواتب، أم أنه سيلجأ إلى سحب الاحتياطي؟ لا، حاليا يعني احتياطيات البنك المركزي تسمح لأن يعيش العراق بدون أي إيرادات أكثر من 360 يوم. فالوضع المالي مطمئن بالحقيقة، لكن نعم، أنت تعلم بأن علينا التزامات، علينا مشاريع يتم إكمالها. أي تعثر مالي في هذه المرحلة سيعيق التنمية، وبالتالي تنتشر البطالة، والبطالة ستنتقل إلى الشارع، وقد يعني نشهد وضع أسوأ من الوضع الحالي. نحتاج إلى استخدام لغة العقل، وأن نطمئن الشعب العراقي بأن الجانب المالي جيد، لكن علينا أن لا نجر الاقتصاد العراقي إلى نفقات غير منتجة على الأقل في هذه المرحلة. نعم، الدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.